سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد في دوحة العلم الديني التي تطفئ ظمأ المريدين والمحبين مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي يفيض علمه بما ينفع الناس حتى تعمر القلوب بالإيمان المدعم بالمعرفة الدينية من واحات العلم الديني. الصيام وشهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كنا عايزين تحدثنا فضلتك عن فضل شهر رمضان المبارك وعن الصيام وعن فرض الصوم في هذا الشهر الكريم بالذات. ما هو الصوم أولا؟ الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. شهوتي البطن، شهوة البطن دي مقوم الحياة، وشهوة الفرج دي علشان استبقاء النوع. في حاجة لاستبقاء الحياة وفي حاجة لاستبقاء النوع. لما ننظر إلى أركان الإسلام نجدها شهادة أن لا إله إلا الله، لكن برضه بنشوف ناس عملوا فرعون إله وقالوا له ما فيش إلا أنت، ما رب ما أنت لكم من إله غير، وهذا ربكم الأعلى. الله إذا شهادة أن لا إله إلا الله ممكن أن يعملها بشر لبشر، أدي واحد. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك إقام الصلاة؟ قال لك طب ما إقام الصلاة مش خضوع؟ طب ما بنشوف بشر بيخضع لبشر ويقول له أنت اللي مش عارف إيه، يسجدوا له ويطحنهم وينعم. والزكاة، طب ما بنشوف ناس بيرشوا الحاكم انهم يدوا له هذا اللي هو عايزها، يأدوا القرايب ويدوا اللي مش عارف ايه. الله. طب وحج البيت؟ قال لك ما بنشوفها في البشر. واحد يتن يروح كل اسبوع يروح على القصر الكبير ويمضي في التشريفه، دليل على انه ولاء يعني. الله. طب الصوم؟ عمر ما واحد صام لواحد. ما فيش واحد تقرب لواحد بشر. يبقى الصوم عبادة انفرد الله بها ولم توجد في عباد بقية الأركان من الممكن أن توجد في إيه؟ في الغير. ولذلك الصوم لي مش لحد التالي وأنا أجزي به مش في الكادر. ثانيا، المؤمن حينما ينهى نفسه عما حرم الله تصبح عادة له. فالمسلم الكويس ما بيفكرش في الخمر أبدا، ما بيفكرش في لحم الميتة، ما بيفكرش في الأشياء اللي ربنا حرمها، خلاص بقت إيه؟ مش عبادة، بقت إعادة، ما بيفكرش فيها. ولكن الله يريد أن تستديم شرف العبادة. يقوم الشيء اللي محلل ليا قبل الفجر بدقيقة يقول هوب ما تاكلش. طب ده محلل علشان أستديم حرارة التكليف. شيء ألفته دوك المعاصي ما عملتش بألفه، فممتنع عنها بطبع خلاص بقت عادة. لكن بقى أنت بتاكل دلوقتي وهقولك أمسك يعني الله أكبر، يبقى أنا اتنقلت من حلال إلى محرم في لحظة واحدة، يبقى دي استدام الله به الإيه؟ به التكليف. وكونوا بقى في شهر رمضان، لأن شهر رمضان إنما جاء بالقرآن ذي المنهج اللي بيعمل حياة مستقيمة، استقبال صفاء. الصوم يهذب بقى النفس تهذيب عشان يعمل ايه؟ الناس يقول لك ده علشان تجوع وتشعر بالفقير. نقول له يا اخي طب الفقير ما يصومش. الصوم عاملينه عباده لان لم يتعبد بشر بشرا بها، حاجه خاصه بربنا. لان لما يجي واحد يقول لك انا هتقرب اليك بان اصوم لك شهر،
يبقى ذنبته، لانه معناه انه يقعد باصص لك طول النهار عشان يشوفك هتاكل ولا ما تاكل، تبقى انت بتتقرب اليه ولا بتتعبه. يبقى لان الصوم استدامه لحلاوه التكليف قبل ان تكون حلاوه العباده قبل ان تكون العاده، وايضا لانه لم يتعبد بشر به الا الله سبحانه وتعالى. وما دام القران جايب المنهج اللي مش جاي من عند بشر، يبقى لازم ده ينزل هنا. ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فضل ليلة القدر على المسلمين. القدر يطلق على إطلاقين، القدر أي تقدير، والقدر العظمة المنزلة، ده فلان قدره عظيم، يعني منزلته هي عظيم، وده أمر قدره الله التدبير. فإذا كانت ليلة القدر جاءت بالقرآن يبقى ده شرف كبير إن ربنا بعث لنا منهج اللي يعمل به يدخله به الجنة عشان حركة الحياة تبقى سليمة، وبتقدر فيها هذه الأشياء، تبقى الليلة نفسها ليلة وإيه؟ ليلة مباركة. مباركة ليه؟ قال لك لأن نزل فيها خير كتاب على خير رسول لخير أمة أخرجت للناس لخير شهر في السنة. يبقى خير 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 خير. عيد الفطر. عيد الفطر. أيوة. بعد شهر الصوم. كلمة عيد معناها أن يعود، ولا تتمنى أن يعود إلا الزمن الحلو. يبقى عيد من العود، يعني تتمنى أن يعود ثانية. أنت ما تتمناش حدث يعود إليك إلا إذا كان حلو بتنبسط منه. أكيد. طب حلاوته إيه وانبسطت منه إيه؟ لأنني نجحت في تكليف الله لي صيام نهار وقيام ليل ومدارسة قرآن، يبقى ده حلو ووفقت فيه، يبقى لازم يكون في عيد. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة بلقاء ربه. نقول له انت اهل بانك تعيد وتطلب من الله ان يعود عليك هذا الزمن مثل ما جاء لك بالايه في الاولى استجابة لايه لمنهج الله، ليلا تهجد ونهار صيام. نود من سيادتك ان توجه كلمة إلى الأمة الإسلامية والمسلمين في كل مكان بمناسبة هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل المسلمين أن لا يكونوا مسلمين بالاسم ولا بشهادة الميلاد، يكونوا مسلمين بالواقع منقادين لمنهج الله ليكونوا عبادا لله. وأدعوه سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان هذا المناسبة الكريمة دي وسيرة لأن يذوق الإنسان حلاوة الطاعة في هذا الشهر لتستمر معه الحلاوة في بقية الشهر، لأن رمضان مش لوحده نكرمه لوحده ال 11 شهر، لا، نذوق فيه حلاوة نستصحب هذه الحلاوة في بقية الايه في بقية الشهر كله. كل سنة وفضلتك طيب، ونتمنى الله يبارك فيك الصحة والسعادة خير عما تقدمون لأمة الإسلام من هذه الأحاديث، وكنتم وسيلة لنا نكسب ثواب كلمة نقولها، فأنتم يعني أصحاب الشرف. شكرا لفضلك، وشكر الله لكم وبارك فيكم وبارك لكم وبارك منكم. شكرا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سيداتي وسادتي، في نهاية رحلتنا الإيمانية نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي على ما تفضل به علينا من علمه الواسع،
نسأل الله أن نلتقي دائما على خير وبركة. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.